باي. السلام عليكم. السلام عليكم. عمي شلون تمر انت؟ والله رايح اخذ اخوي على ما تركوا لا سيارة ولا آلي أي آلية. الجبل السوداء طحش الجيش عبيت عوان عالسكنة طحش الجيش 45 عن كافير على الخضرة طحش الجيش الحمد لله المقاتلين المجاهدين فضل رب العالمين الله عماهم والشبابنا الحمد لله المعنوية عالية ربيناهم ومعنا الحمد لله كيف اللازقية قرية تفردل هذه القرية الصغيرة المتاخمة لحدود القرى الموالية للنظام السوري التي تتمركز بها عصابات الأسد. وكما نرى هذا الجبل يوجد فيه رشاشات قوات الأسد تقوم برش أي شيء تراه أمامها وأي شيء يتحرك تقوم برشه بشكل عشوائي. وعند هذا الجبل تتمركز بعض قوات الأسد في قرية استربة المقابلة لهذه القرية. مهما وصفت من بشاعة دمار هذه القرية لا أكون قد أوفيتها حقاً.